طيب دكتور، احنا لما نتكلم عن مكونات الدم اللي هي اللي تعمل الجلطات هذه، لو صار فيها طبعا التخثر بالعمليه الفسيولوجيه اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن اورده وشرايين. فودنا نفرق يعني، هل الاورده اللي يصير فيها التخثر ويصير فيها التجلطات، ولا الشرايين اكثر، ولا كمقارنات ما بين الاثنين؟ نعم جميل جدا. طبعا جلطات الاورده، طبعا هو تخصص نحن امراض تخثر الدم، جلطات الاورده طبعا او جلطات الدمويه. جلطات الدمويه مكونه من جلطات الاورده العميقه، هي الاورده العميقه في الاطراف السفليه، وايضا جلطه الشريان الرئوي، هما وجهان لعمله واحده، يعني يتفتت جزء من جلطه الاورده العميقه وينتقل مع تيار الدم الى الرئتين، يسبب جلطه الشريان الرئوي. هذا يمثل الغالبيه من جلطات الوريديه بمعدل 95%. 5% من الجلطات الاخرى تكون جلطات وريديه غير شائعه، مثلا في الاورده الدماغيه، مثلا في الاورده البطنيه، مثلا الوريد الطحالي، المعوي، الكلوي، او الوريد الاجوف السفلي. هذا يعني الجلطات الوريديه، هو بيكون موضوع حلقتنا اليوم ان شاء الله. الطرف الاخر الجلطات الشريانيه، اللي هي نقول جلطه دماغيه او جلطه القلب لو الذبحه الصدريه، او قصور الشرايين طرفيه. طبعا الناس لما نقول جلطه على طول يتبادر الى الذهن جلطه دماغيه او جلطه أغلب القلبيه. الناس بالدماغ نقول للناس ليس فقط هناك جلطات وريديه، وانما ايضا جلطات وريديه. صحيح. دائما دائما ينوم المريض لدينا بجلطه مثلا وريدي يتبادر الى ذهنه هي جلطه دماغيه. يعني اختلافات هناك، يعني بين، تعرف الاورده هي تنقل الدم من الانسجه الى القلب، والشرايين تنقل الدم من القلب الى الاورده. فهناك يعني خلافات بين، يعني نوضح كذا كبدايه الحلقه مدخل، ان هي نركز احنا على الجلطات الوريديه وليس الجلطات الشريانيه. الجلطات الشريانيه عاده عوامل خطوره الكلاسيكيه المعروفه، التدخين، الداء السكري، ارتفاع ضغط الدم، اضطراب الدهون، الكوليسترول، الدهون الثلاثيه، وايضا عامل وراثي. بعض العوامل الخطوره الجلطات الشريانيه ايضا موجوده في الجلطات الوريديه، ولكن بمعدل اقل. تصيب صغار السن، نوضح الجلطات الوريديه تصيب صغار السن. ايضا الناس الذين لديهم مثلا عامل وراثي، نقص في بروتين سي، بروتين اس، حبوب منع الحمل، الحمل، النفاس، امراض المناعه الذاتيه، اختلاف بين عوامل الخطوره بين الجلطات الوريديه والشريانيه. طيب دكتور،